أستاذ أسواني، ما تعليقك اليوم على تعليق قانون اللقاح الإلزامي في النمسا مع وزير الصحة الجديد يوهانس راوخ، والذي استلم أيضا منصبه قبل أقل من 24 ساعة؟ الأمر المتعلق بتعليق التطعيم الإجباري في النمسا على ما يبدو أنه هو ليس قرار من عنديات وزير الصحة الجديد السيد يوهانس راوخ، ولكن هو توجه في منظمة الصحة العالمية، وإحنا شاهدنا خلال الساعات الماضية العديد من الدول في أفريقيا، حتى بعض الدول العربية زي قطر والسعودية والعديد من الدول الأوروبية ومنهم النمسا وألمانيا، اتخذوا يعني إجراءات بأنهم يخففوا القبضة الحديدية من الإجراءات والقوانين التي تسرعوا في يعني سنها خلال الأشهر الماضية، وهو التلقيح الإجباري، ومن لم يلقح يغرم. في الحقيقة منظمة الصحة العالمية يعني ارتأت انه يعني بعد موجة الأوميكرون انه الأعراض يعني الجانبية ليست خطيرة جدا من هذا الفيروس، ولذلك العمليات الاحترازية المبالغ فيها يعني غير ضرورية، ولذلك نجد العديد من الحكومات النمسا وغيرها قرروا أنهم يعملوا تعليق للتلقيح الإجباري مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات اللي هي يعني معمول بيها. والحكومة النمساوية قررت أنها خلال 3 أشهر القادمة يتم تعليق هذا القانون، وما إذا يعني وجدوا الحالة مستقرة داخل النمسا إذن، وأنا يعني أرجح هذا الأمر، أنهم سوف يقوموا بإلغاء هذا القانون اللي أنا أراه يعني قانون تعسفي وفي يعني مبالغة زيادة عن اللزوم. يعني برأيك، هل المظاهرات التي استمرت ولم تتوقف ولا يوم السبت منذ أشهر، إلى أي حد باعتقادك أثرت أو مارست ضغطا على الحكومة النمساوية؟ ما في شك طبعا هناك يعني ملايين معترضين على التلقيح الإجباري، ليس فقط في النمسا، في ألمانيا، في كل دول الاتحاد الأوروبي، وفي كندا، وفي أستراليا، وفي الولايات المتحدة. يعني التوجه العام للشارع أنه ممتعضين، ده ناهيك عن التأثيرات السلبية لعمليات الإغلاق اللي انتهجها النظام السياسي في أوروبا وفي دول أخرى. هذا الإغلاق أثر تأثير مباشر وبالغ على نفسيات المجتمع، وفي نفس الوقت لردود فعل سلبية على الاقتصاد، وإحنا شفنا خلال العامين الماضيين حالة من الركود الاقتصادي، مما يعني زاد من أعداد البطالة داخل المجتمعات سواء في أوروبا أو في أفريقيا أو في العالم كله. يعني من الأفضل إنه الحكومات تنتهج نهج جديد يتماشى مع الظروف الحالية، لا سيما إحنا يعني في أوضاع صعبة بعد اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، ده سوف يعني يزيد من معاناة المجتمع الإنساني، حيزداد الغلاء، حيكون هناك يعني مشاكل اقتصادية جامة. فمن الأفضل أنه يتم يعني إلغاء هذا القانون الإجباري الذي يترتب هو عليه طبعا هو لم يلغى، هو مجرد أنه معلق فقط، هو لم يلغى يعني. هو معلق، نعم هو مغلق لمدة 3 أشهر، ولكن من المرجح بسبب
الضغوط الشعبية والمظاهرات كما حضرتك تفضلتي، مش في النمسا بس، في العالم كله، فهم يعني مدركين خطورة ما إذا أصرت الحكومات على الإغلاق والتلقيح الإجباري، إنه يحدث تصادم ما بين الشارع وما بين الجهات المنوطة بحماية أو الحفاظ على الأمن. نعم أستاذ أسواني، ما هو تعليقك على استقالة وزير الصحة موكشتاين، وخاصة أنه لم يستمر في منصبه على الأقل لمدة سنة كاملة؟ دي مشاكل سياسية في الحقيقة، وهناك صراع حزبي ما بين الأحزاب الكبرى، سواء الحزب الاس بي اي ولا الحزب الفولكس بارتاي. في طبعا تنافس ما بين الأحزاب، لا سيما بعد الفضائح التي يعني حدثت للحزب الحاكم جراء المخالفات المالية والشبهات حول فساد يعني أثر على سمعة الحزب الحاكم. فهناك ما زال امتعاض من أداء الحكومة الحالية، وبضغط من الأحزاب المعارضة. أنا أعتقد هم غير راضين عن أداء الحزب الحاكم، ولهذا السبب تم يعني تغيير بعض أعضاء الحكومة ومنهم وزير الصحة. نعم أستاذ أسواني، كيف ترى شكل المرحلة المقبلة وإلى أين الأمور تتجه برأيك؟ والله على مستوى الوباء يعني أنا أعتقد إنه نسبة كبيرة من المواطنين حول العالم، يعني تجاوزوا 900 مليون، حصلوا على اللقاحات، اللقاح الأول والثاني والثالث. ف يعني أعتقد إنه في يعني مناعة مكتسبة حصلت، سواء الإصابات حدثت بعد ما الناس حصلوا على اللقاحات أو من غير ما يحصلوا على اللقاحات. يعني مناعة القطيع هي الغالبة في كل الحالات المتعلقة بالأوبئة، وإحنا شفنا كده الإنفلونزا الخنازير والسارس نعم والعديد من الأوبئة، يعني ما كانش فيه الإجراءات التعسفية اللي إحنا شفناها في حالة الفيروس كورونا. ومع ذلك يعني الناس أصيب من أصيب، نعم وبسبب يعني مناعة القطيع البشرية تجاوزت هذا الوباء. وأنا أعتقد إنه إحنا يعني تجاوزنا كل المخاوف يا رب إن شاء حول الله، وباء الكورونا إن يعني شاء الله. نتمنى إن شاء الله إن احنا نكون بالفعل تجاوزنا هذه الجائحة وهذا الوباء. شكرا جزيلا لك إحنا الإعلامي محمد مستشارين. الأسواني، كنت معنا من فيينا، وإلى لقاء آخر. شكرا شكرا يا شكرا دكتورة، شكرا، شكرا، السلام عليكم. عليكم السلام.